العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتها كل الدهور كيف لا أحرم دابا حيران هل يسر وانا في مشعر الحزن على روز الحسين حق للشارب من زمزم حب المصطفى هيا حرما ويواسيهم وإلا حدا عن سم الصفا وهو من أكبر حظ عند رب الحرمين فمن عينا لبس سربال الأحسان واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس فمن الواجب عينا لبس سربال الأحسان واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزان لن تذيب الأنفس وحليل تتلف الأرواح في عن جوار المصطفى لا إذا من قوة الله راح يشكو أمسها قائلا يا جمع
يا بتول عايد حالة تحسين
فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي غشيته ظلمات الحزن بأهل الحسين أسرى بالأهل والصحب بما حوض الطريق إذا وجدت قصيدة البيت العتيق حالة محمد يا خليك تشكي لحالك مشقوق جايبه ويرطب الهامة تدرون مصاب يا سلمي هل ليس يقول ضعيف هالبشر قلبي ما هو ماني عليهم بالسلام خوفي يردها الظهر بس نسوى ذكر الشيخ رشيد في كتابه الارشاد ان الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لما أراد الخروج من مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبدل إحرامه إلى عمرة بدل إحرامه إلى عمرة هذا نص مهم جدا من النصوص النادرة التي تبين كيفية خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بدل إحرامه إلى عمرة يعني كان بعمرة تمتع وغيرها إلى عمرة مفردة لأنه يقول الشيخ المفيد لم يتمكن من إتمام الحج هذا القول تابع الشيخ المفيد عليه الشيخ المفيد هذا مصدر مهم جدا من أصح المقاتل عندنا مقتل الشيخ المفيد في كتاب الأرشاد لأهمية الشيخ المفيد أولا وتقريبا مرجع الطائفة في زمانه أول مرجع في زمن الغيبة الكبرى ومسدد من مولانا صاحب الأمر وكتاب الإرشاد هو من أقدم المصادر التي تتحدث عن مقتل الحسين إطلاقا فهذا مصدر تابع الشيخ المفيد على هذا القول الفتال النيسابوري من أعلام القرن الخامس في روضة الواحدة وتابعه الشيخ الطبرسي من أعلام الطائفة ومن أعلام القرن السادس من الهجرة وتابعه أيضا على هذا القول من المتأخرين العلامة العالم الشيخ جعفر التوسكري رحمه الله كلهم قالوا بأن الحسين بدل إحرامه إلى عمرة قبل أن يخرج وهذا الكلام بحثه الفقهاء بحثه السيد الخوي السيد محسن الحكيم السبزواري في جواز أن يخرج المعتمر من الحرم من دون حج هل يصح أو لا قبل أن
نبدأ هذا البحث بوجه سريع. أريد أن أبين بعض المقدمات التي قد ترشد المسلم إلى ما أقول. الحج ثلاثة أقسام: حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. حج التمتع واجب على من هو خارج الحرم، خارج تقريبا 88 كيلومتر، يعني المسافة الشرعية 16 فرسخ، الفرسخ أظل 5.5 كيلو، يعني تقريبا 90 كيلومتر. واجب عليه حج التمتع. وحج التمتع الفرق بينه وبين الإفراد وبين القران أنه يكون قبل الحج، يعني مربوط بالحج، وهو واجب على من هو خارج هذه المسألة. حج القران وحج الإفراد هو من في الحرم وفي حدود هذه المساحة، واجب عليه هذا النوع من الحج. وهذا الحج أو عمرة القران أو حج القران وعمرة وحج الإفراد، العمرة فيه تكون بعد منازل مو قبل مثل حج التمتع. والفرق بين القران والفرق بين الإفراد أن القران يأتي الحاج يسوق معه الهدي، وأما الإفراد كما يقول الفقهاء فلا هدي فيه، لا هدي. بعد هناك فرق مهم أو صفة مهمة في حج التمتع: من اعتمر للتمتع ملزوم عند الفقهاء أنه يحج، ملزوم ما يصير يقطع حج. هذا النص الذي ذكره الشيخ المفيد وتابعه بعض الأجلاء على أن الحسين حول حجه إلى عمرة، يعني عمرة مفردة، هذا بحثوه هل يصح هذا. بالاتفاق عند الفقهاء أن من اعتمر عليه يجب عليه أن يحج، من اعتمر للتمتع يجب عليه أن يحج، ولا يصح أن يحل من الإحرام بتحويل الحج إلى عمرة، وإنما الإحلال بالهدي، الإحلال بالهدي. لذلك السيد الخوي والسيد السبزواري والسيد الحكيم وتابعهم بعض المحققين مثل الشيخ باقر العلامة باقر القرشي قالوا بأن الحسين عليه السلام اعتمر عمرة مفردة من البداية لعلمه أنه لن يتمتع، من البداية ما غير، اعتمر عمرة مفردة لأنه ما استطاع أن يحج. ويستدلون على ذلك بروايتين صريحتين للإمام الصادق يرويهما الحر العاملي في كتاب الوسائل، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل أيجوز أو يجوز للمعتمر في أشهر الحج أن يعود إلى وطنه يعني قبل الحج؟ قال نعم، فإن حج في عامه حج إفراد وليس عليه دم، ليس عليه دم. وقد كان الحسين عليه السلام خرج في يوم التروية وقد كان معتمرا، كان يعني عمره مفرد وقد كان معتمرا، هذه رواية. رواية ثانية صحيحة يسمونها صحيحة معاوية ابن عمار، صحيحة يعني يرجعون عليها أثر. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الفرق بين المتمتع والمعتمر، قال المتمتع مربوط بالحج، لازم المتمتع مربوط بالحج، والمعتمر له أن يعود إلى بيته، يصير يروح بيته. وقد اعتمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وخرج يوم التروية وخرج الحاج إلى فوطن يوم التروية إلى العراق والحاج رايح إلى مين، هذا نصان صريحان على أن المولى إنما اعتمر لأنه ما تمكن من الحج، كما قال الشيخ المفيد أنه خاف أن بعد هناك أيضا إلى جانب هاتين الروايتين
هناك كلام الشيخ باقر القرشي يقول هني بعد إشكال على أو محل تأمل على كلام الشيخ المفيد. قلنا سلفا أن الإحلال من الإحرام يكون بالهدي إذا كان ما يقدر يكمل حجة، يعني هو مصدود، يعني مصدود، والمصدود حكمه الهدي لا يحل إلا به، ويحول من نية إلى نية. لا، بالاتفاق عند فقهائنا أنه لا يجوز التحليل من عمرة التمتع إلى عمرة الإفراد، ليس هو على كيف الواحد، يعني ما أتكلم عن بشكل عام، ما هو على كيف زين، وإنما يلزمه الهدي. عندنا روايات تؤكد على هذا، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية في الكافي يقول ثمة فرق بين المحصور والمصدود. يقول المحصور هو المريض الذي منعه المرض عن الهدي، يسمونه محصور، والمصدود هو الذي صده المشركون عن الهدي. شنو الفرق بين الاثنين في الأحكام؟ قال الفرق أن المصدور المحصور لو المريض يعني لا يحل له الإنسان إذا مرض ما قدر، نعم ينحب الهدي ويرجع إلى بلده ما يخالف، أو يبقى في مكانه في الطريق إذا يبقى لا أن يشفي يشفى، ولا يحل له الإنسان حتى يعود ويقضي عمره بعدين يحل له الإنسان. المصدود لا، المصدود اللي منع من الدخول هذا يحل له، يهدي يقدم الهدي ويحل له النساء خلاص انتهى ما عليه. الى ان قال روايه طويله اخر من ابو ظالح، الى ان قال وقد كان الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق، هذا غير سند شهاده، فمرض في الطريق وعلم به امير المؤمنين عليه السلام فلحق به وادركه بمكان يقال له السقيا، فقال له مما تشتكي يا بني؟ قال الم في راسي، فدعا ببدنه ونحرها ورجع معه الحسين، رجع الى بيته، فلما عوفي الحسين خرج واعتبر. هني راوي الحديث يسال الامام الصادق يقول له في هذه الفترة هل حل له النساء؟ قال لا، ما حل له النساء قبل أن يرجع ويعتبر ما حل له النساء. فقال فكيف إذا حل أو حلت النساء لرسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية؟ قال نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله كان مصدودا، والمصدود إذا نحر انتهى خلاص ما عليه، والحسين كان محصورا كان مريض، والمريض لا تحل له النساء حتى يعود ويقضي مناسك. زين، فإذا الخلاصة من ذلك أن المصدود مثل وضع الحسين الآن حكمه الشرعي عند الفقهاء للإحلال من عمرة التمتع هو الهدي، يعتبر مصدود خلاص ما يقدر يكمل ينحر، وليس ترديد الإحرام من إحرام إلى إحرام آخر إلى عمرة من عمرة. فإذا قالوا فإذا هو معتمر من البداية عمرة مفردة ولم تتبدل ولم تتغير، لأنه علم أن بني أمية لن يسمحوا له بإكماله. المجلسي احتمل الاثنين، يقول ما في اشكال في الاثنين ممكن. المجلسي يقول اذا صح كلام الشيخ المفيد، بعد كلام الشيخ المفيد مهم مصدر مهم، اذا صح كلام الشيخ المفيد فمعنى هذا ان الحسين يشرح وما يقولون لا يصير وما يصير. الحسين اذا فعل امر فهذا الامر تشريع. يقول المجلسي اذا كان الحسين اذا كان كلام الشيخ المفيد صحيح فهذا يعني انه يجوز عند الاضطرار ان يحل من احرام الى احرام اخر كما فعل الحسين، كما فعل الحسين.
والرأي الثاني يقول المجلسي بما أنه ملعون بروايتين عندنا أن الحسين كان محتمل، فالأولى أن تأخذ بهذا. لكن في كلا الحالتين الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان مصدودا في كلا الحالتين، سواء كان محتمل عمر التمتع يعني بحج ثم أحل من هذا الإحرام أو لا هو من البداية اعتمر عمره مفردة، ففي كلا الحالتين كان يعلم حسين أنه مصدود وأنه لن يستطيع أن يكمل حجة، ولذلك خرج من الحرم الحاج متوجه إلى منى وهو متوجه إلى حيث مقتله ومصدوده. بعض المحققين يقول ان الحسين خرج كما في الروايه ايضا انه خرج يوم التاسع، شيء ضرب لو بقى ثلاثه اربعه ايام كلها الحج وانتهى كل شيء. قال هناك موانع كبيره، منها انه ان بني اميه زاحموه في الحج، زاحموه وعلم انهم قد يقتلوه وهو منشغل بمناسك، وبالتالي تهتك حرمة الفريق وحرمة الشعب وحرمته ويذهب دمه هذا كما حدث لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر شلون قتله؟ قتل شرقة شرقة، ما رضي يبايع أمير المؤمنين في المدينة، ويوم شاف راس ابن الزبير أيام الحجاج راح بالليل لا حد يشوفه، شوف قليل الأدب الله شلون دله، راح بالليل لسانه طويل على امير المؤمنين وش طوله يقول له انا ما بايع، ويوم شاف راس ابن الزبير راح بالليل ضرب الباب منه، قالوا عبد الله بن عمر على الباب، قال وش يبغى يدخله، دخل وش عندك يا ابن عمر، قال جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه واله انه من بات وليس في عنقه بيعة لإمام وما فقد مات ميتة جاهلية يمدد يده أبايعك لأمير المؤمنين عبد الملك، كان ياكل مشغول بالأكل بدل رجوله، قال بايع بايع رجولي ما تبايع أمير المؤمنين، ما جاء بك حديث رسول الله وإنما جاء بك الرأس المعلق الرأس من أمين العقوبة أساء الأدب، لو امير المؤمنين قطع روس كان انت مبايع في زمان وما استفاد من هالبيعه، عقب البيعه بشهرين قتل في الطواف، عند الطواف هذا اللي تحذر منه الحسين، عند الطواف بنصل نصل شوف خنجر سيف مسموم نغزوا نغزوا بس خلص سرى السم في بدنه وانت منو يدري عن دم عبد الله بن عمر. قال خشي أن يقتل، خشيت ونفسي يقول حسين خشيت أن تستباح به حرمة من الأسباب أيضا التي استدعته أن يخرج في هذا الوقت الحرج يوم الثامن يوم التروية، أن الخروج في هذا اليوم يقول القرش الخروج في هذا اليوم يعتبر صدفة إعلامية ضخمة يتناقلها الناس بتعجب وحسرة، إمام الحاج يطلع عن الحاج يوم التروية يخرج معارضا لحكم بني أمية يخرج خائفا على وجهه، يقول هذه إليها صدى كبير، الناس إذا رجعوا إلى أعطارهم يخبرون الناس شفنا عجب الحسين ابن علي ترك الحج وخرج إلى العراق في يوم في يوم التروية، ولذلك أعلن الحسين عن خروجه رقى المنبر عصر هذا اليوم عصر هذا اليوم وخطب الناس الخطبة الشهيرة التي نقلها السنة والشيعة منقولة مسندة عند السنة مسند الخوارزمي ينقلها بسند متصل إلى الحسين، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وما أولعني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخيار لي مسرح، يعني بعض الشراح يقول الخيار لي يعني المسرح هذا مخير فيه الحسين،
مخيم وعندنا حديث عن الإمام الصادق لما استغاث الحسين يوم عاشوراء نزلت عليه صحيفة من السماء إنا ما حتمنا عليك القتل. إن العهد نفسه اللي أخذ عليه من عالم الدر أنه مكتوب ووافق عليه الحسين رواه العهد ومكتوب على ظهره يقول الإمام الصادق يا حسين إن ما حتمنا عليك القتل فإن أردت النصر هذه ملائكة السماء بين يديك وإن أردت شو ما ينقص من أجرك شيء وإن أردت الشهادة فدونك. يقول الإمام الصادق فرفع الصحيفة إلى السماء وما نزلت مرة خيرني مصرع أنا لاقيه كأني لأوصالي تقطعها غسلان فلوى بين النواويس وكرب فيملأنا مني أكره شج وضع وأجربة سوغة لا محيص عن يوم الفضة من قلم رضا الله شوف شفافية الدعوة قبل أن يدعوهم إلى نصرته يقول لهم كأني بأوصالي وهذا أمر محتوم لا محيص يقول لهم عن يوم خطة بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت إلى أن أكمل الخطبة نزل من على المنبر فضج الحاج بالبكاء رأفة على الحسين وجاء إلى البيت بأبي وأمي. شلون يقول الشيخ العارف الرجل العظيم الروحاني الشيخ التستري يقول الحسين جاء لكي يقوم بالبيت لكي يحل من إحرامه لكن يقول شنو من إحرامه يقول أراد أن يحل من فريضة تحفظ فيها فريضة لفرائض الدين من أجل الإحرام لحج أكبر تحفظ فيه بيضة الإسلام كله فريضة. يقول فلذلك يقول إذا كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحل أو يضحي في هذا الحج ببدن أو بكبش فإن حجه الأعظم لنا يضحي بأولاده وأهل بيته رحم الله بن فايز يقول عندي ضحايا ما أحد ضحى عندي ضحايا كربلاء شباك الأرض ترجف والسماء تنشف وإن كان لا يحل من إحرام إن كان في حجه هذا تلبية فتلبية حجه النساء ينادون وضيعته وإن كان لا يحل من حج إلا بالتقصير فإنه لا يحج من حج لا يحل من حجه الأعظم إلا بقطع رأسه. يقول يعني لازم عنده تلبيتين بعد يحل من حج ويحرم لحج أعظم يعني عنده تلبيتين تلبية ظاهرة لبيك الله لبيك ذي معارج لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك هذه التلبيات التي تسمعها من الحاج لبيك ذي معارج لبيك وتلبية باطلة شنو قال تلبية باطلة بخروجي من حرم جندي خالد لبيك بانقطاع حجي لبيك بذبح أطفالي لبيك بذبح طفلي الرضيع على صدر لبيك بوقوف فرسي حاضرا السهم المدلل الذي يقع في لبتي لبي بوقوعي من على ظهر جوادي لبي بجلوس شبر على صدري
بياض العين
ساعة القشرة يا ساعة القشرة على ديك النساوي أسلقنا الصلوات على محمد وآل محمد.